من تسجيل 176 إصابة مؤكدة في محافظة ذي قار، ومن ضمنها 4 وفيات، وقابلة للزيادة بالأيام القادمة، وتصاعد الموقف الوبائي على مستوى جميع أنحاء العراق. نلاحظ هنالك عدم التزام كبير بمسألة تقييد الحركة وحظر التجوال من قبل المواطنين. السبب يعزل المواطنين لعدة أسباب، منها أولاً ضعف الجانب الدولة في السيطرة على الحظر، أضافة إلى قلة الوعي عند المواطن. مع ذلك احنا مستمرين بالعمل ليل نهار، وندعو المواطنين الكرام الالتزام بالحظر، لان هذا فيروس خطر، الوقايه هو العلاج مالته. طبعا عندما قررت الدوله بفرض الحظر على المواطنين، ضروره ان توفر لهم الامكانات اللازمه للعيش الكريم من خلال توفير الراتب لهم، توفير فرص عمل مناسبه لهم، يعني تضمن التباعد فيما بينهم، تضمن عدم نقل العدوى كورونا. تنفيذا للأمر الديواني المرقم 55 وبناء على مقررات خلية الأزمة، قامت شرطة محافظة ذي قار بتسديد الإجراءات على فرض حظر الجوال في عموم المحافظة من خلال زيادة أعداد المنتسبين وزيادة القطاعات. كان أسلوب عمل مديرية شرطة المحافظة بهالصدد هذه لتثقيف المواطنين للتقليل من تواجدهم أو تجمعهم في الأماكن العامة، وأيضا توعيتهم لاستخدام الوسائل الوقائية. نعول كثيرا على وعي المواطن من أجل تجنب تصاعد الأمور لا سامح الله في الأيام القادمة. نأمل أن المواطنين يتقيدون بالتعليمات.